قبل ما نقلبها خناقه، لو سالت اي حد قديم عندنا في القناه هيقول لك ان الشخص ده بيشجع مانشستر سيتي من اول ما فتح القناه، فالموضوع بتاع ان انا اتكلم على رياض محرز وان هو احسن لاعب في اللقاء، دي حاجه. اللاعب بتاعي يا باشا ده فعلا بالنسبه لي احسن لاعب في اللقاء، ومش بالنسبه لي انا بس، بالنسبه للسوبر سكور، حتى سوبر سكور نفسها عاطيه لرياض مان اوف ذا ماتش. ما تقعدش بقى تتكلم ان انا رياض كان احسن لاعب، لا ده اشرف حكيمي كان سيء، لا اشرف حكيمي ما كانش واخد ادوار هجوميه البوتش كان عاطيها له، البوتش كان نازل يلعب زون ديفنس، وزون ديفنس هو بيحب يلعب كده قدام بيب، بيحب ان هو يستخدم لعيب في الهجمات المرتده زي سون وهاري كين زمان، النهارده عندك امبابي وعندك نيمار، ميسي في الماتشات دي ما بيبقاش مطلوب منه ان هو يعمل حاجه رهيبه في الماتشات اللي هي بتاع الهجمات المرتده، لانك ميسي السرعه وموضوع ان هو التحولات بسرعه من الدفاع للهجوم دي ما تسالش عليها ميسي خالص، فانت هتلعب هنا نفس النظام بتاع توتنهام ومانشستر سيتي زمان، فالبوتش قرر ان هو الباكات بتوعي مش هيهاجموا لا اشرف حكيمي ولا نونو مينديز. احنا بقى مشاكلنا احنا كسيتي كانت بتيجي من ناحيه ايه؟ ان احنا بنلعب ناحيه واحده بس وهي ناحيه رياض، انما الناحيه الثانيه ميته تماما. رحيم ستيلينج او خميس كاكا الغلابه بيعاني معاناه غير طبيعيه قدام اشرف حكيمي، وزيلتشينكو وراه مش شايف قدامه ومش فاكر ان هو كان بيلعب نص ملعب. زيلتشينكو كان بيلعب نص ملعب، بس بيب جوارديولا فضل حصره في موضوع انه يلعب باك شمال، فجه النهارده رجعه نص ملعب، فالواد اتزنق ونسي اساسا انه كان بيلعب نص ملعب، فالفرقه كلها كانت حادفه يمين ناحيه رياض وبرنالدو، فبيب جوارديولا قرر ان هو بصوا يا جماعه احنا محتاجين نعمل تغيير. زيلتشينكو واضح انه مش شايف قدامه، هنزل مكانه جابرييل جيسوس ونقلبها 4 4 2. 4 4 2 قلب 4 4 2 وكان حاطط جابي وكان حاطط برناردو سيلفا اثنين مهاجمين وتحتيهم رياض يمين وشمال رحيم ستيرلينج وفي النص جندوجان ورودري. هو احنا كنا بنلعب 4 4 2 الشوط الثاني، بس الموضوع بالنسبه لنا احنا ما فرقش كتير جدا، بالعكس هو الموضوع كان الطبيعي انك تلعب بفيرود، بس لا يا باشا احنا ما بنلعبش بفيرود، ده احنا حتى مطرفين جابي ناحيه اليمين. يا اخي يا بس الحمد لله فرجت من عند ربنا، في الوقت اللي كنا قاعدين نقول ان اي هجمه مرتده لباريس سان جيرمان هتبقى خطيره، باريس سان جيرمان بدا الشوط الثاني واعطانا جول، قلنا بس البوتش هيرجع يحط الفرقه كلها قدامه الجول، جت من عند ربك واتصاب اندر هيريرا، هيريرا لما اتصاب نزل مكانه عبده ديالو، عبده ديالو عقبال ما لحق يخش في الجيم كان السيتي اتعادل عن طريق الاسطوره خميس كاكا. الكره عدت، جابرييل جيسوس برضه قدر ان هو يضغط في ال 18 وقدر انه ياخد مساك معاه عشان هو فيرويد وبيعرف يتعامل مع الكره العاليه، ومفروض ان هو كان موجود اساسي جوه المباراه من اولها، بس عشان احنا بنهبد وبنفتي وبنتفلسف ما نلعبش فيرويد. عدت لكاكا، كاكا جابها. الهدف الثاني بقى كالعاده يا باشا بنسند على رياض، رياض بيلعب عرضيه بتتسند لجابرييل وجابرييل بتقلش منه، بس الحمد لله رب العالمين بيتم تسجيل الهدف الثاني. في عز كل ده بقى كان في حاجه حصلت كده في النص، كان في تغيير تاني حصل في صفوف باريس سان جيرمان، وده التغيير اللي تقدر تقول كده ان هو قلب المباراه، اللي هو التغيير بتاع ادريس جاي ومكانه بينزل انخيل دي ماريا. انخيل دي ماريا مكان ادريس جاي معناها ان ال 4 3 3 اللي انت كنت بتلعب بيها بتحفظ دلوقتي هتبقى بتلعب بيها بطريقه هجوميه. باريس سان جيرمان كان خطير، نيمار كان قادر ان هو يسجل الهدف الثاني وكان قادر ان هو ينهي المباراه تماما، بس عشان خاطر الحمد لله رب العالمين الحظ اللي كان ضدنا الشوط الاول يجي معانا الشوط الثاني ويحن علينا عشان خاطر احنا نستحق نطلع كسبانين النهارده، ومش هنفضل طول عمرنا في موضوع ان احنا نضيع والخصوم تسجل ونفضل نتشل احنا في الاخر. لا يا باشا يعني ربك كريم وبيرزق، والله يعني ربنا كريم وبيرزق، والحمد لله يعني مش هيبقى كل حاجه والفلسفه بتاع الاسطوره اللي واقف على الخط ده يا باشا، لا الحمد لله بتعدي على خير، والله والله بتعدي على خير، وربك هو الستار وربك هو الحليم وربك هو اللي بيفرحنا والله. لا سياسه عبقريه ولا تغييرات ولا اي كلام فاضي من ده، اوعى تصدق اي كلام بتاع محللين يا باشا، وعبقريه بيب والكلام اللي هيتقال عن نظريه ان هو بيلعب من غير مهاجم ده احنا بنشتكي منها من اول ما بدانا الدوري، فلما يجوا يكلموك على العظمه اللي عاملها بيب في موضوع المهاجم الوهمي قول لهم روحوا اسالوا مشجعين مانشستر سيتي حاسين بايه وانتوا بتلعبوا مهاجم وهمي، في حين ان احنا النهارده كسبنا لما نزلنا مهاجم حقيقي. لما تقعدوا تتكلموا على المهاجم الوهمي والسياسه دي ناجحه والفلسفه دي ناجحه جدا، افتكروا ان السيتي كسب بعد ما جابرييل جيسوس نزل الملعب. بس برضه ده كان مان اوف ذا ماتش برضه، معناه ليه دي لازم نتفق عليها، لو ما اتفقتش عليها فبراحتك برضه يا برو. ولحد هنا نكون قفلنا الفيديو، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو انت شايف ان ميسي كان متخاذل فبراحتك يا اسطى. نحن النهارده في صف باريس، في صف مانشستر سيتي، ولسنا في صف باريس ولا البوتش، واتمنى ان ناصر خليفي يضحي بالبوتش.
بس هذا كلام اخر نلتقي بيه ونشوف البوتش هيروح فين، هيكمل ولا يتم الاقتراح بيه، ولا هيروح يخلف اولي جونر سولشاير، ولا الدنيا رايحه فين. بس ممكن تعمل لايك للفيديو، ممكن بس اعمل لايك للفيديو لو سمحت يعني، معلش.